أعد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ورقة عمل حول الحوار الديني الإسلامي المسيحي، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة الدائمة لحوار الإسلامي المسيحي بين مجلس حكماء المسلمين والفاتيكان. نعم، وفي ورقة العمل أكد الكاردينال ميغيل إنجيل أيوسو رئيس دائرة حوار الأديان في الفاتيكان أن الفاتيكان سيتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في كل ما من شأنه تعزيز القيمة الحضارية التي جاءت في إعلان مملكة البحرين، مشيدا ببرامج المركز المتمثلة في كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا بالعاصمة الإيطالية، ومبادرة المركز في نبذ خطاب الكراهية عبر الفضاء السبراني، وبرنامج الملك حمد للإيمان في القيادة المعتمد من جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج بالتعاون مع مركز الملك حمد لدعم قيم التعايش السلمي واحترام الآخر. I would like to take this occasion to express my thanksgiving. أشكر مركز الملك حمد للتعايش السلمي على الدعم اللامحدود الذي تلقيته من قبل جميع العاملين به، وأنها لفرصة كبيرة للدعوة والتركيز على أهمية تطبيق ما نص عليه إعلان مملكة البحرين لما فيه مصلحة العالم أجمع من توحيد ونشر السلام في العالم بأسره. For living in peace, living together. التعايش السلمي يقوم على احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، وما استطعت أن ألاحظه من هذه الأيام القليلة هنا أن الناس راضية عن مسيرة الأمور، وأن الجنسية تمنح لمن يستتم الشروط، وهذا مؤشر هام جدا. الأمل والدعاء أن تستمر مسيرة الخير، مسيرة المحبة، مسيرة العيش الأخوي السلمي المشترك. هذا يرضي الله تعالى، يمجد الله تعالى، ويعطي أيضا الرضا للمسؤولين بقيادة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ويعطي أيضا الرضا لجميع المواطنين. هذا ما نأمله.